حياتهم بدأت منذ سنوات السبعينيات. أزيد من 30 عائلة بمنطقة أولاد العربي ببلدية جديوية تحت أنقاض سكنات آيلة للسقوط في أي لحظة. ممكن في أي لحظة كاش نقولوا إحنا نوي طيح بزاف غازرة ولا صادي بو طيح دار على كاش واحد هكا فاني. السكنات من عندها بزاف من 81 ولا جا شاف الدائره جا المير شافوا كلش هنايا لابوليس كلش ما بينونا والو. احنا بيعطونا في التوارس الفوق نروح عند الحلوف. انا نحوس نروح الفيلاج اني نحوس نقدم مانيش نحوس نرجع هاك. الخالة بدرة واحدة من العائلات التي تقطن داخل إحدى هذه السكنات، وهي مجاهدة وابنة شهيد تحلم بسكن يحفظ لها كرامتها. أروح هنايا راهي بيت التحرار يسالهم هنايا كثارة. بنت شهيد وعيال شهيد وما حاروش فيا. هي وراني عايشة في منزيرية. في منزيرية غالبية. راك تشوف هي راني في القلبة اللي مكاش. والله هي كي تجي النو باتوا برا. وخايفه على الولاد صغار. انا فات وقتي بصح لو الوليدات اللي راهم جايين للدنيا طيح عليهم كوزينه كيما هذيك. هما المشكل تاع البناء الريفي هذا مطروح بسبب البراج. دونك لقينا لهم قطعه في سيدي سعيد جايه شويه بعيده على لكن الارض هذيك اللي لقيناها. معاناة هذه العائلات تعلق آمالها على الجهات المعنية في التفاتة جدية وإنقاذها من هذه الوضعية المزرية وترحيلها من هذه السكنات الآيلة للسقوط في أي لحظة.